أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يتجدد اللقاء بكم في أمسية جميلة وجولة جديدة وبرنامج جديد ونجوم جدد وأيضا متابعين جدد. الحمد لله توسعنا، فاللهم لك الحمد. أجواء شتوية وحماس منقطع النظير، الكل متحمس، اللي في بيته واللي مقدم واللي شاهدنا، وأيضا فريقنا فريق الإعداد الكامل، فالله يحييكم تحايا المطر. دعوني أرحب بكم يا مشاهدينا الكرام، أنتم الرقم الأول دائما لنا وأبدا. وأيضا دعوني نرحب بالنجوم اللي جالسين ينافسون معنا، فأسعد الله مساكم يا شباب، يا أهلا وسهلا بيكم، يا أهلا ومرحبا، يلا حيهم. الحماس واضح ولمحات الشتوية واضحة، الثياب الصوف واللطمة والهبات الباردة بدأت توضح، وهذه برامجنا الواقعية دائما حلوة، ولا لا يا شباب؟ محتاجين شبة نار وزنجبيل وعلوم زينة، صح ولا لا بعد؟ يا سلام عليكم. أعزائي المشاهدين، حنا معكم في هذه الفترة، فترة التصفيات، أهمية، وعندنا فقرة 10 على 10 فيها إثارة وفيها ندية وفيها شيل وحط من بدايتها. الحماس عندنا دائما ما ينقطع، اللهم لك الحمد. الفقرة عندنا يبغى لها توضيح، لأن المشاهد وأيضا النجوم محتاجين يفهمون اللي لنا واللي علينا واللي لهم. طبعا أعزائي المشاهدين، حيكون اليوم معنا يعني أشبه بجولتين، والأهم من هذا كله، ركز معي يا متسابق ويا مشاهد، إن حنا جالسين نلمح على مفتاح، والمفتاح هذا بيجيك في أما سؤال، إما بيعرض على الشاشة، إما وإما وإما، فهذه لابد إنك إيش تحتاج، يكون عندك الفوكس عالي، التركيز عالي. فبإذن الله إني إن شاء الله عندي إحساس قوي، ودائما إحساس سعد القحطاني بحكم إنه خبير في برامج الواقع، إن السنة هذه بتكون سنة غير بإذن الله، كما عودتنا دائما قناة الواقع. طبعا يا مشاهدينا الكرام ويا نجومنا المتسابقين، 10 على 10 بيكون معنا 20 متسابق اليوم، ناقصهم واحد، الله يستر علينا وعليه. عندنا مجموعة أولى ومجموعة ثانية، المجموعتين بيكون لنا اليوم عندنا على الشاشة 20 مربع. وش في وسطها الـ20 يا سعد؟ الـ20 هذه كلها تتحدث وكلها أسئلة عن أنحاء بلدي، عن مدن المملكة العربية السعودية، كلها حتكون أسئلتنا في هذه المنظومة. فيها من ضمن المربعات يا شباب، وش تتوقعون؟ مفتاح، وليس مفتاح صريح، ولكن تلميحة، والتلميحة هذه في المربع اللي موجود ما أدري من هم من حظه، حتى حنا محمد متكلمين قدامكم مشاهدين الكرام، ترى حنا بناخذ واحد من المتسابقين بيطلع معي وبيقرأ التلميحة، لأنه لو قرأ التلميحة للشباب يمكن يروح يجيبها واحد من اللي جالسين، فتروح عليك التلميحة. في طيب، حنا على كل حال عشان بس تكونوا بالصورة، يعني التلميحات حنا هي الزبدة عندنا، وأيضا رفع ثقافة يعني أو معدل الثقافة في مدننا في المملكة العربية السعودية. عندنا مقاطع يعني أيضا توضح لنا للتلميحات اللي تعتبر تلميحة عامة، في تلميحة عامة هنا تطلع ذي الحين وبيكون فيها شرح، وفي تلميحة خاصة. التلميحة العامة تبون نشوفها سوا إحنا وياكم.